الوادي العميق أو الوادي المنخفض، كلمة مترجمة من كلمة وادي شنقرشاة حسب ما يعرف باللغة القرغيزية، واحد من أجمل الأودية في قرغيزستان. الوادي يقسمه هذا النهر المعروف باسم النهر البارد. الوصول للوادي ما يحتاج لطرق وعرة وغيرها من المتاعب، واللي يميز هذا الوادي أن المسافة بينه وبين العاصمة بشكيك تقريبا ساعة بالسيارة. الوادي تقدر تأجر فيه الخيم لمدة يوم كامل بقيمة $5، وتقدر تشوي وتقدر تسوي شاي وقهوة وغيرها من الأمور. وأفضل وقت لزيارته في شهر 5 و6، وينفع للكبار والصغار، وفي بعض الخدمات اللي لا بأس فيها. أنصح بزيارة الوادي في قرغيزستان.